في نوع تاني من انواع الريلاكسيشن بنسميه تي 2 ريلاكسيشن، ده مختلف شويه. احنا دلوقتي عملنا فليبنج للماجنتيزيشن بتاعنا في اتجاه الزي، اوكي؟ الناس لقت الحقيقه ان التي 1 ريلاكسيشن تايم ده بنتكلم على ارقام مثلا في 1 سكند، في حدود 1 سكند. 1 سكند دي معناها ايه؟ معناها ان انا مثلا لما برسم الكيرف بتاعي او الجروث كيرف بتاعي، معنى كده ان بعد 1 سكند بيبقى عندي مثلا ساي 60% من الريلاكسيشن بتاعي حصل، اوكي؟ وحاجه 60% ولسه في عندي الباقي ده موجود عندي في الاكس واي بلين. الناس لقت اكشوالي ان بعد مثلا 100 مايكرو 100 ملي سكند ما بيبقاش عندي سيجنال خالص تقريبا، السيجنال بتاعتي بتقل جامد جدا. فلازم يكون في ميكانيزم تاني بيحصل فيه لوس للماجنتايزيشن بتاعي او لوس للسيجنال بتاعتي غير التي 1 ريلاكسيشن. فالتي 2 ريلاكسيشن هو الميكانيزم ده اكشوالي اللي بيحصل، ان احنا عندنا السبينز بتاعتنا او النت ماجنتايزيشن اصلا مكون من النت بتاع كل السمول بار ماجنتس اللي كانت موجوده اللي بتمثل لي كل النيوكليار اللي عندي. الار اف بالس بتاعتي الحقيقه من اهم الحاجات اللي بتعملها ان هي بتخلي كل السبينز كلها بتعمل، او كل النيوكليار بتاعتي بتعمل بريسيشن بنفس الفيز. وانس ان انا شلت الار اف بالس كل واحده فيهم بتبتدي ترجع بقى تعمل سبيننج بشكل مختلف. فبيحصل في الاخر ان بيحصل حاجه زي ديستركتيف انترفيرنس بين السيجنال اللي طالع منهم، وفي الاخر بيحصل ان السيجنال بتاعتي بتقل تقريبا بتبقى زيرو. يعني بيبقى في عندي سبينز موجوده فعلا في الاكس واي، يعني اتجاهها في الاكس واي، بس كلها بتعمل بريسيشن اوت اوف فيز، ففي الاخر يبقى السيجنال بتاعتي بتبقى ايه؟ بتبقى مش موجوده، بتبقى السيجنال بتاعتي افكتيفلي يعني زيرو تقريبا، اوكي؟ فبلاقي ان انا لو بصيت على الام اكس واي اللي هو الماجنتايزيشن في الاكس واي بقى، مش ببص على الزي المره دي، بلاقي ان في اكسبوننشال ديكي كيرف كده عباره عن ام نوت في اي تو ذا ماينس تي على تي 2 بيقول لي ان السيجنال بتاعتي اوكي بتقل مع الوقت بالشكل دوت كده. والتي 2 بنتكلم على حاجه صغيره، بنتكلم على حاجه 50 ملي سكند 100 ملي سكند، حاجه صغيره جدا يعني. فمعنى كده ان احنا فعليا الحاجه اللي موجوده عندي في الاكس واي دي فعلا بعد شويه انا ممكن افقدها. يبقى لو ما عملتش كولكشن للسيجنال بتاعتي في المرحله الاولانيه دي بقى انا هيبقى عندي مشكله الحقيقه، اوكي؟ هيبقى عندي مشكله ان ممكن يبقى السبينز موجوده في الاكس واي او كل حاجه، بس هي فعليا كلها بتعمل ديستركتيف انترفيرنس مع بعض، فما بيطلعليش في الاخر ايه؟ ما بيطلعليش في الاخر اي حاجه لها علاقه بالسيجنال نفسها خالص، بيبقى السيجنال تقريبا كلها بصفر، اوكي؟ الحقيقه في حاجتين الحقيقه بيخلوا الكلام ده يحصل، اوكي؟ يعني موضوع الاوت اوف فيز يعني او كلهم يبقوا اوت اوف فيز دي، بيبقى في حاجات بين السبينز وبعض interactions بين السبينز، وفي حاجه اسمها external field inhomogeneities. الانتراكشن بتوين السبينز دي معناها ايه؟ معناها ان كل واحد فيهم، كل واحد من السبينز الموجوده عندي، زي ما كنت بتفق معاكم ان كل واحد من النيوكليار بسميه سبين، اوكي؟ كل واحد من النيوكليار او السبينز دي هي عباره عن تايني بار ماجنت، يعني هو عباره عن مغناطيس صغير. المغناطيس الصغير ده موجود في المجال المغناطيسي الكبير بتاع البي زيرو، الا ان هم مع بعض كل واحد فيهم بيأثر على التاني. يعني لو كل واحد فيهم لوحده خالص مفيش حواليه اي حاجه خالص، هيبقى هو حاسس بماجنتيك فيلد معين، غير لما يكون في وسط مجموعه من السبينز دي وكل واحد فيهم له ماجنتيك فيلد صغير او كل حاجه بس بيأثر عليه. فنتيجه لكده ان هو الانتراكشنز اللي بينهم وبين بعضيهم دي الحقيقه نتيجه لوجود كل واحد فيهم حواليه مجموعه او مجموعه كبيره من المغناطيسات الصغيره اللي زيه، اوكي؟ فبيبقى في فروقات صغيره بين الماجنتيك فيلد بين كل واحد والتاني، ونتيجه لكده بيبقى في فروقات صغيره جدا في الارمور فريكوانسي، والفروقات الصغيره دي بتعمل لي فرق في الفيز بين ايه؟ بين كل واحد والتاني. الحاجه التانيه بقى ان في حاجه اسمها اكسترنال فيلد هوموجينيتي، معناها ان انا عندي المغناطيس بتاعي ممكن يبقى هو نفسه او البي زيرو بتاعتي يبقى هي نفسها فيها اختلافات بين اماكن والتانيه. يعني ممكن فرضا مثلا لو انا عندي في مكان معين في عندي جزء من يعني المولكيول بتاعي في جزء فيه ايرون، لو زي مثلا هيموجلوبين مثلا، اوكي؟ الهيموجلوبين فيه ايرون، فمعنى كده ان الاماكن اللي جنبيها هيموجلوبين هتبقى شايفه ايرون في الماجنتيك فيلد. وطبعا احنا عارفين لما يبقى في عندنا اي فيرو ماجنتيك ماتيريال جوه ماجنتيك فيلد بتعمل حواليها ديستورشن، فالديستورشن ده الحقيقه ممكن ان هو يكون لي انهوموجينيتيز، والانهوموجينيتيز دي برضه تعمل لي فروقات في الارمور فريكوانسي، والفروقات في الارمور فريكوانسي تعمل لي فروقات في الفيز، وفرق الفيز ده هو اللي بيعمل لي ان كل واحد فيهم يبقى له فيز مختلف او كلهم مع بعض بمعنى صح يبقى اوت اوف فيز. فنقدر نتكلم في الموضوع تي 2 ريلاكسيشن ده على وقتين، حاجه بسميها تي 2 ريلاكسيشن
حاجه اسمها تي 2 ستار ريلاكسيشن. التي 2 ريلاكسيشن بتكلم على الايفكت الاولاني بس، باسيوم ان ما فيش عندي جزء ده خالص، ما عنديش اكسترنال فيد هوموجينيتي. والجزء الثاني بينكلود الاثنين بقى، بينكلود الانتراكشنز بتوين السبينز او السبين سبين انتراكشن، وبينكلود كمان الايه الاكسترنال فيد هوموجينيتي بتاعتي. فنقدر نقول واحد على تي 2 ستار، العلاقه بين تي 2 ستار وتي 2 ان واحد على تي 2 ستار بيساوي واحد على تي 2 في جاما دلتا بي. دلتا بي ده اللي هو الانهوموجينيتي بتاعتي، اوكي. والجاما طبعا هي جاير ماجنتيك ريشيو. فطبعا هنشوف بعد شويه ان دوت ممكن يبقى مفيد جدا، وممكن ان احنا بشكل من الاشكال نلاقي سيكونسز تشيل لنا الايفكت بتاع الايه بتاع الاكسترنال ماجنتيك فيلد، بحيث ان احنا نقدر نصور الصوره بتاعتنا تبقى ايه، تبقى معتمده على تي 2 مش على تي 2 ستار. طبعا من الشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت هنلاقي ان احنا عندنا طبعا التي 2 ستار دايما بتبقى اقصر من التي 2، اوكي، وهي المفروض انها تبقى يعني اقل سيجنيفيكانتلي كمان يعني. فمعنى كده ان احنا دايما لما بنبص على حاجه فيها تو افكتس هنلاقي انها الوقت بتاعها ان احنا نقدر نصور فيها يبقى اقصر شويه من لما ما يكونش فيه اكسترنال ماجنتيك فيلد او اكسترنال فيلد هوموجينيتيز.